عبيد المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فتفرقا في النخل نعم فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلم في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه قال أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قال قاتلكم ولم يذكر بشر دما وقال عدة عن يحيى كما قال حماد ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود ب50 يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق وهذا وهم من ابن عيينة قال أبو داود وهذا وهم قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة نعم قال عبده ايش؟ عن يحيى كما قال حماد قال عبده عن يحيى نعم نعم لعلها وقال عبده عن يحيى كما قال حماد عندي قال عده نعم عندي بدل عبده عده وقال عدة. عده نعم عجيب هو ابن سعيد في بعض النسخ هو ابن سعيد في روايته أو كما قال حماد ابن زيد فذا الشارح ذكرها عبده ما طيب هذا الباب يسمى بالقسامة والقسامة بفتح القاف وتخفيف الميم مصدر أقسم وهي العمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم يعني هذا يسمى القسامة وهي أن يوجد قتيل في مكان أو في محل ولا يدرى من قتله فيتهمون أصحاب القتيل يتهمون هؤلاء أنهم قتلوه ولا بد أن يوجد بينها قرينة لوث يكون هناك يعني شيء يدل دليل هنا الدليل وجد يعني عبد الله بن سهل لما ذهب إلى خيبر يهود واليهود أعداء وجد قتيل بينهم فهذه عداوة بينهم عداوة فاتهموهم بأنهم قتلوه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم ومحيصه وحويصه ابن عمه فأراد أن يتكلم عبد الرحمن فقال الكبر الكبر ليتكلم الأكبر في تقديم الأكبر يعني يتكلم حويصة ومحيصة أكبر سنا من عبد الله من عبد الرحمن وإن كان أخوه لكنه صارهم سنا فتكلموا وقالوا إن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل لما انطلق قبل خيبر وتفرق في النخل وجد عبد الله قتيلا مقتول في محلتهم في هذا المكان فاتهموا اليهود فقالوا اليهود أنتم قتلتموه فأنكر اليهود قالوا ما قتلناه
اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا قدموا الشكوى. جاء أخوه عبد الله، أخو القتيل عبد الرحمن بن سهل، وابن عمه محيصة وحويصة ابن مسعود، فأراد أن يتكلم أخوه عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، يتكلم الأكبر. وفي لفظ يبدأ، يعني يبدأ الأكبر. فتكلم محيصة وحويصة في أمر صاحبهما، وأنهم وجدوه قتيل، وأنهم يتهمون اليهود أنهم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حكم عليه وقال: الحكم الشرعي أنه يقسم 50 منكم على رجل منهم وندفع، اقسموا على واحد أنه قتله ونعطيكم إياه 50 يمين. لابد 50 يمين تقسم على أولياء القتيل، إذا كانوا 2 كل واحد 25 يمين، وإذا كانوا 5 كل واحد 10 أيمان، وهكذا تقسم عليهم الأيمان على أولياء القتيل. يقسمون 50 يمين على شخص ويدفع إليهم برمته فيقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقسموا على، يعني اقسموا على، يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته فتقتلونه. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف ما شهدنا ولا رأينا يا رسول الله؟ ما نقدر نشهد ونحن ما رأينا على شخص بعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بإيمان 50 منهم. قال: إذن ترد الإيمان على اليهود، يقسموا 50 يمين أنهم ما قتلوه. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم قوم كفار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هؤلاء لا يقسموا هذا فوداه من عند نفسه، دفع النبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير من بيت المال، بيت المسلمين، دفعها عنه. قال سهل، قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من ذلك، وفي ناقة من ذلك حمراء. المربد المكان الذي تبيت فيه الإبل، هذا التحقيق، تحقيق. قال: دخلت وجدت 50 البعير، واحدة حمراء ركضتني برجلها، تحقيق. تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم إيش؟ 500 من الإبل. هذا الحكم الشرعي، الدية، دية القتيل 100 من الإبل، كانت في الجاهلية وما قرها الإسلام 100 بعير، الآن تقدر قيمتها، يعني في كل زمان تقدر على حسب يعني ارتفاع الأسعار. كانت في أزمنة تقدم 30,000 40,000 50,000، الحين آلاف مؤلفة الآن قيمة الإبل، ليست إيش؟ ليست رخيصة الآن. نعم، أواسط الإبل يأخذ من أواسط. نعم، عادة هو هذا، لا من النفيس ولا من إيش ولا من الرخيص، من الوسط. هذا الحكم الشرعي في إيش؟ في القسامة. قال الشارح: وفي دليل على من قال إن القسامة يثبت فيها القصاص، يثبت فيها القصاص بهذا، يثبت فيها القصاص بأن، وهو أن يوجد قتيل في مكان، في محلة أو في بلد، ويوجد لوث، يعني قرينة تدل على أنهم قتلوه، وهنا القرينة اليهود أعداء، اليهود أعداء، وقتل في محلهم، في نخيلهم، وجد مقتولا بينهم، فاتهموا اليهود بذلك. فقال لهم الحكم الشرعي أنكم تحلفون على شخص 50 يمينا ثم تطعونه وتقتلونه. قالوا: رسول الله، ما نستطيع نحلف ونحن لم نرى ولا نشهد. قال: إذن اليهود تصرف إلى الخصم، إلى أعدائكم هم اليهود. قالوا: رسول الله، قوم كفار، كيف نقبل إيمانهم؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يلحون وداه من عنده نفسه، وداه من عنده من بيت المال عليه السلام، قطعا للنزاع والخصومة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم دية 100. يقول الشافعي: دل على من قال إن القسامة يثبت فيها القصاص. قال: وقد سبق بيان مذهب العلماء فيها، وبعض العلماء قال إن ليس فيها قصاص، فيها أن المراد أن يسلم ليستوفي منه الدية لكونها ثبتت عليه.
والأقرب أنه فيها القصاص، فيها القصاص إلا إذا تنازلوا عن القصاص، إذا تنازل الأولياء القتيل عن القصاص إلى الدية فلا بأس. وقيل معناه يخلصون لكم أو يخلصونكم من اليمين، بأن يحلفوا فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليه شيء وخلصتم أنتم من اليمين. هذا قال النووي، قولوا قوم كفار يعني هم قوم كفار لا نقبل أيمانهم، أو كيف نعتبر بأيمانهم؟ قولوا بفوداه النبي يعني أعطى دية القتيل من قبله يعني من عنده عليه السلام، إنما دفع الدية عليهم قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين، فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم، وقد امتنعوا من أمر، امتنعوا أن يحلفوا وامتنعوا من قبول أيمان الخصم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وداهم بيت المال قطعا للنزاع، فدفع ديته من عنده. والمربد هو الوضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم، والذي يجعل فيه التمر مجفف. قل ركضتني ناقة، قال سأل ركضتني ناقة حمراء برجلها، تحقيق يعني تحقيق أنه رأى الإبل وأنها في المربد وأنها رآها وشاهدها، حتى أنه واحدة منها ركضته برجلها، يعني أراد بهذا الكلام أنه ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغا. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح، والقصة هذه واقعة وقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ أليس الحدود تدرى بالشبهات فيكون يعني المركب ودية ها؟ تدرى بالشبهات؟ ما تبين يحلفون لو حلفوا. إيه لو حلفوا نعم قال تستحقون دم، قال تحلفون ايش؟ وتستحقون، قال يقسم خمسة منكم على رجل منهم فيدفعوا برمته، يدفعون برمته يتصرفون، ان شاءوا اقتصوا منه وان شاءوا عفوا عنه الى الدية وان شاءوا عفوا عنه مجانا، لهم تصرف ومخيرون اولياء القتيل، يدفعوا برمته اليهم يتصرفون فيه. هذا دليل على الاقرب انه يجب فيه القصاص، انه يجب القصاص ولي اولياء القتيل ان يتنازلوا الى الدية او الى العفو مجانا. ها؟ يعني ما متأكدين بشخص، يمكن ان المقتول ينكر ذلك. هم اذا حلفوا خلاص استحقوا القتيل. حلفوا ما لا زال الشبهه. ما دام خلفوا 50 يمينا خلاص انتهى الامر. اذا حلفوا 50 يمينا انتهى الامر. استحقوا يدفع لهم. فان امتنعوا ردت الايمان على ايش؟ على الخصم، فإذا حلف 50 يمين سلموا انتهت القضية. هذا الحكم الشرعي، إما أحلف هؤلاء 50 فيدفع على شخص فيدفع، وإن امتنعوا ردت الإيمان على الخصم فيحلفون فتبرأ وتنتهي الخصومة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هؤلاء لا يحلفون ولا يقبلون أيمان هؤلاء دفعها بيت المال قطعا للنزاع والخصومة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. في طبعة التأصيل أثبتوا وقال عدة عن يحيى، قالوا هذا في أكثر النسخ. عدة يعني عدة عروات. نعم. قال عدة عيش عن يحيى كما قال حماد. لكن ابن رسلان في شرحه شرحه على قال وقال عبدة ابن عبدة الكلابي. وفي الشارح هنا مشى على أنه عبدة. وقوله تفرق في النخل اسم جنس بمعنى النخيل. وقوله الكبرى يعني ليبدأ الأكبر بالكلام، أو قدم الأكبر في إرشاد إلى الأدب في تقديم الأسن. قوله الكبرى أو كبر
تكرار للتأكيد، تكرار للتأكيد. قال بعضهم أول الشك. نعم، بعد الحديث بعده. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. وتستحقون دم صاحبكم فيها دل على القصاص، قالوا تستحقون دم صاحبكم، صريح القصاص. نعم. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، عند تأكيد الباء، فبعث إليهم رسول الله 100 ناقة. أحسن عليك. حتى بعد تأكيد. نعم. حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل لقد ركضتني منهم ناقة حمراء. التأكيد، ركضته برجلها ناقة حمراء. الصريح بأنهم يستحقون القصاص، وفيها أن سبب ذهابهم من جهد أصابهم كأنهم يعني ذهبوا يطلبون أن يساعدونهم من جهد، يعني من قحط وفقر ومشقة، كأنهم طلبوا منهم إما أن يساعدونهم في شيء أو إما أن يشتروا منهم شيء من التمر وغيره، يعني سبب ذهابهم من جهد أصابهم حاجة، ذهبوا حاجة. فتفرق عادتين في النخل فوجد عبد الله بن سهل قتيل، فأتاه محيص ابن عمه ووجده قتيلا وتكلم معه قال أنتم قتلتوه، وجد قفيز يعني رموه قتلوه، وأيضا إيش ورموه في قفيز. نعم، في قفير قتل وطرح في فقير أو عين، فالفقير هي البئر القريبة القعر أو الواسعة الفم، وقيل الحفرة التي تكون حول النخل أو عين، يعني أخذوا قتلوه وطرحوه في العين حتى يخفوا أمره حتى لا يعلم، وهذا يعني قرينة أنهم قتلوه وأنهم متعمدوا قتله، بس هم أنكروا قتله. فقولوا كبر كبر في تقديم الأكبر، في تقديم الأكبر وتقديم الأسن، وأن الأسن يقدم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي قال في هذا الحديث زيادة على الحديث السابق، قال إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، يعني إما أن يدوه يعني يدفعوا الدية وإلا أن يؤذنوا بحرب، يعني هذا معناه أنهم نقضوا العهد، يهود النبي عاهدهم، فهم لما وجد قتيل بينهم إما أن يدوه يدفعوا ديته وإما أن يؤذنوا بحرب وقتال، لأنهم أصبحوا قد نقضوا العهد فوجب قتالهم وحربهم، ولهذا قال إما أن يؤذنوا بحرب إما أن يدوا صاحبكم وإن يؤذنوا بحرب، فكتب إليهم رسول الله بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه، كتب اليهود يحلم، فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ثلاثة، عبد الرحمن أخوه
أخو القتيل، ومحيصة وحويصة ابن عمه، أتحلفون؟ قال لهم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ إن تحلفون على شخص؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين، مع من أقبل إيمانهم. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، وداه لدفع ديته، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة إلى عبد الرحمن بن سهل ومحيص حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل فركضتني ناقة منها حمراء. سهل بن أبي حاتم يقول هذا. نعم أحسن الله إليكم. في قال الخطابي في شرح وش تخريج الحديث هذا أنك كلم علي. نعم. قال إسناده صحيح وأخرجه البخاري والنسائي. أحسن الله إليكم. قال الخطابي في شرح الحديث الأول: وفيه من الفقه أن الدعوة في القسامة مخالفة لسائر الدعاوى، وأن اليمين يبدأ فيها المدعي قبل المدعى عليه، وفيه دلالة على وجوب رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه. نعم، هذا في مخالفة القسامة لغيرها من دعوة. القاعدة عند العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينات على المدعي واليمين على من أنكر. إذا ادعى شخص على شخص يعني يطلب البينة من المدعي، يقول ما دليلك؟ عندك شهود؟ عندك بينة؟ قال أنا أطلب فلان كذا وكذا، أطلب فلان 100، يقول هات البينة، عندك بينة؟ عندك شهود؟ فإن أتى ببينة وشهود ألزم خصمه بأن يدفع، وإن قال ليس عندي بينة يقال لك عليه، لك يمين المدعى عليه، يقول المدعى احلف. فإذا حال المدعى عليه أنه ما ليس له عنده شيء انتهى له. لكن القسامة خالفت الآن، صار يحلف أول المدعي، المدعي هو الذي يحلف أول، ثم ترد اليمين على المدعى عليه. وأيضا كذلك خالفتها في أن 50 يمينا، وهنا المدعى عليه يمين واحدة. وهذا القسامة كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام، قصة معروفة في الجاهلية. نعم، أقرها الإسلام. أحسن الله إليكم. ثم قال الخطابي: وقد اختلف الناس في من يبدأ به في القسامة، فقال مالك والشافعي وأحمد: يبدأ بالمدعي قولا بظاهر الحديث. وقال أصحاب الرأي: يبدأ بالمدعى عليه على قضية سائر الدعاوى. قال الشيخ: هذا مخالف، هو مخالف الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ: وهذا حكم خاص جاءت به السنة. قال الشيخ من؟ الخطابي. أحسن الله إليكم. وهذا حكم خاص جاءت به السنة، لا يقاس على سائر الأحكام الشرعية، وللشريعة أن تخص كما لها أن تعم، ولها أن تخالف بين سائر الأحكام المتشابهة في الصورة كما لها أن توفق بينها، ولهذا نظائر كثيرة في الأصول. نعم صحيح. ثم قال أحسن الله إليكم: وظاهر لفظ هذا الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة، وهو قوله: ويستحقون دم صاحبكم، وقوله: فيدفع برمته. وإليه ذهب مالك وأحمد وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. وقال الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وإسحاق بن راهوية: لا يقاد بالقسامة، إنما تجب بها الدية، وروي ذلك عن ابن عباس والحسن البصري وإبراهيم النخعي. وقد روي أيضا عن النخعي أنه قال: القسامة جور، شاهدان يشهدان. وكان قسامة جور، شاهدان يشهدان. وكان الحكم لا يرى القسامة شيئا. قال الشيخ: وتأول هؤلاء قوله: ويستحقون دم صاحبكم، أي دية صاحبكم، لأنهم يأخذونها بسبب الدم، فصلح أن يسمى ذلك دما. وقد روى من غير هذا الطريق: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، فدل ذلك على صحة هذا التأويل. قال الشيخ: ويشبه أن يكون إنما وداه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبله للعهد الذي كان جعله لليهود، فلم يحب أن يبطله، ولم يحب أن يهدر دم القتيل، فوداه من قبله وتحملها للإصلاح بينهم. الصواب القول الأول، الصواب أن فيها القصاص، لأن هذا في تأسف، فتبليكم يهود، قال بفعلكم برمته، قال تستحقون دم صاحبكم، صريح في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا: حدثنا
وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحر على شط لية البحرة، فقال القاتل والمقتول منهم، هذا لفظ محمود وهذا عندي هذا لفظ محمود، نعم هذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية. طيب، وهذا أيضا كذلك الحديث دليل على قسامة فيها قصاص، قال أنه قتل بالقسامة رجلا، قتل هذا قصاص، هذا يؤيد إيش؟ يؤيد القول الأول. تخريجه قال إسناده معضل كما قال الحافظ المنذري في اختصار السنن. معضل، هذا معضل، وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بحديثه. أنه قتل بالقسامة رجلا يعني هو معضل، وإن كان هو يؤيد القصاص لكنه معضل. قال المزي في الأطراف هذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل عن محمود بن خالد وكثير بن عبيد ومحمد بن الصباح بن سفيان ثلاثهم عن الوليد عن الأوزاعي عن ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عبد العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا من بني نصر بن مالك بالصاد المهملة وفي بعض النسخ بالضاد من نظر، وروى ابن عبد البر عن عمر بن العزيز وعبد الله بن الزبير أنهما قضيا بذلك، ذكر الزرقاني في شرح الموطأ ببحرة الرغاء في القاموس بحرة الرغاء بالضم موضع بينه وبين الطائف موضع يليه أو موضع بلية الطائف بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وإلى اليوم عامر نزار في المعامل الخطابي في المعالم الخطابي البحرة البلدة، تقول العرب هذه بحرتنا أي بلدتنا، قال الشاعر كأن بقاياه ببحرة مالك بقية سحق من رداء محبري على شط لية البحرة شط شاطئ النهر ولية على شط لية بالكسر واد لثقيف أو جبل بالطائف أعلاه لثقيف وأسفله لنصر بن معاوية والبحر البلدة والمنخفض من الأرض والروضة العظيمة ومستنقع الماء واسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقرية بالبحرين كلها تسمى بحرة وكل قرية لها نهر جار وماء ناقع سمى بحرة. قال محمود بن خالد في رواية دون كثير ومحمد القاتل ومقتول منهم أي من بني نصر بن مالك. نعم هذا حديث ضعف يا حديث معضل لكنه يؤيد القول بالقصاص. نعم أحسن الله عليكم. المنذري ذكرها بلية بفتح اللام والابن رسلان ذكر الوجهين. كان في لها يعني في الوجه لية ولية وهي قال قال المنذري لية موضع قبل الطائف كثير السدر وهي بفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف وفتح الياء كثير السدر. طيب نعم طيب هذا بعده باب في ترك القواد بالقسامة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتل هذا قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. هنا أقوله فوداه 100 من الصدقة دليل على أنه ما في قصاص من هدية، هذا يؤيد القول بأن
القسامة ليس فيها غوث وإنما فيها دفع الدية. الترجمة الأولى فيها قصاص، وهذه الترجمة يعني الترجمة الأولى دليل من قال بالقصاص، وهذه الترجمة دليل من قال إيش بالدية، وأنه ليس فيها قصاص فيها قتل ولا فيها دية. باب اللي صرح المؤلف قال باب في ترك القواد بالقسام بالقسامة. نعم وأضاف فيها أحسن الله إليك. نعم أضاف فيها في هذا الحديث البين. نعم طلبهم بالبين. نعم تأتوني بالبينة على من قتل هذا، تأتوني بالبينة على من قتل هذا، يعني الدليل أي كل شيء يبين الحق. قالوا ما لنا بينة، ما عندنا بينة إلا أنها نتهمهم بأنهم أعداء لنا، أعداء وجد قتيلا بينهم في محلتهم في نخلهم، وجد أيضا مرميا في عين وفي بئر عندهم. هذا يعني شرط القسام يكون في لوث، يقول الشرط سيكون في لوث، يعني شيء يدل دليل يدل على أنه قتلوا. اللوث يعني مثل العداوة، العداوة لوث، عداوة بين اليهود والمسلمين، هذا دليل استدلوا به على أنهم قتلوه، لكن ما عندهم جزم بهذا لأن ما رأوا. الحديث هذا أو تكون خاصة كما إيه يعني قال فأتوني ببينة على من قتل هذا، يكون حكمها خاصة. إذا هنا كان في مختصر قال فأتوني ببينة، قالوا ما عندنا بينة، ثم هنا في هذا الحديث كان حذف قوله تستحق تقسمون 50 يمينا وتستحقون مصاحبكم. الحديث يضم بعضها إلى بعض، الحديث الأول فيه تحلفون 50 يمينا، هنا ما ذكر فيه، قال تأتون البينة، قالوا ما البينة، قال فيحلفون لكم، اختصره. أحسن الله عليكم. في كلام تخريجه قال أخرجه البخاري ومسلم. طيب كان مختصر، كان فيه اختصار وفيه كلام ابن القيم هنا بعد. نعم في كلام الحافظ ابن رجب على الرجح في الرواية الأولى. أحسن الله عليكم. قال ذكر هذا الحديث الثاني، قال خرجه البخاري وخرجه مسلم مختصرا ولم يتمه، ولكن هذه الرواية تعارض رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة فذكر قصة القتيل. والحديث الأول أحسن عليك. يعني وقال فيه قال تحلفون 50 يمينا. وقال فيه فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. وهذه هي الرواية المشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بكمالها في الصحيحين. وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد الطائي، فإنه أجل وأعلم وأحفظ، وهو من أهل المدينة، وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين. عن سعيد الأولى. نعم نعم عن يحيى بن سعيد أصح من إيش؟ أصح من رواية سعيد بن عبيد الثانية. سعيد بن عبيد، سعيد بن عبيد روى عن بشير بن سعد، هنا بن سعيد عن بشير، يعني كلاهما روى عن بشير. الرواية الأولى يحيى بن سعيد والثاني سعيد بن عبيد. يحيى الروث يحيى أصح. نعم أحسن عليكم. قال وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث فنفض يده وقال ذاك ليس بشيء. رواه قال فنفض يده وقال ذاك ليس بشيء، ذاك ليس بشيء. رواه على ما يقول الكوفيون، وقال أذهب إلى حديث المدنيين يحيى بن سعيد. وقال النسائي لا نعلم أحدا تابع سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار. وقال مسلم في كتاب التمييز لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه، لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قسامة 50 يمينا. قسامة 50 يمينا، وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة. وترك سعيد القسامة، وتواطؤ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط، وقد خالفه يحيى بن سعيد.
قال ابن عبد البر في رواية سعيد بن عبيد: هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار، ورواية أهل المدينة عنه أثبت، وهم به أقعد، ونقلهم أصح عند أهل العلم. قلت: وسعيد بن عبيد اختصر قصة القسامة، ابن رجب أحسن رجب، نعم. وسعيد بن عبيد اختصر قصة القسامة وهي محفوظة في الحديث، فقد خرج النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ولي القتيل شاهدين على من قتله، فقال: ومن أين أصيب شاهدين؟ قال: فتحلف 50 قسامة. قال: كيف أحلف على ما لم أعلم؟ قال: فتستحلف منهم 50 قسامة. فهذا الحديث يجمع بين روايتي سعيد بن عبيد ويحيى بن سعيد، ويكون كل منهما ترك بعض القصة، فترك سعيد ذكر قسامة المدعين، وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب القسامة، والله أعلم. فترك إيش؟ فترك وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب القسامة، والله أعلم. طيب، هذا كلام الحافظ، حافظ ابن رجب. طيب، في غيره كلام ابن القيم أحسن الله إليكم. طيب، في ابن القيم عندنا الآن ساق الشيخ شمس الدين القيم كلام المنذري على حديث بشير بن يسار إلى قوله: ومن كل مسلم لفظ الحديث. ثم قال، قال ابن القيم رحمه الله: وذكر النسائي من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته. إيش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته. قال: يا رسول الله، أين أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم. قال: فتحلف 50 قسامة. قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتستحلف منهم 50 قسامة. فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها. قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار، والله أعلم. وقال مسلم: رواية سعيد بن عبيد غلط، ويحيى بن سعيد أحفظ منه. وقال البيهقي: هذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير، وكأنه أراد عن بشير بن يسار، وكأنه أراد بالبينة هنا أيمان المدعين مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد، أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد بن عبيد، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعا. ويدل على ما ذكره البيهقي حديث النسائي عن عمرو بن شعيب. والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أنه بدأ بأيمان المدعين، فلما لم يحلفوا ثنى بأيمان اليهود، وهذا هو المحفوظ في هذه القصة، وما سواه وهم، وبالله التوفيق. نعم، هذا كلام القيم رحمه الله. يعني قوله باقي كلام القيم، قوله أصبح رجل من أنصار، هذا الحديث اللي بعده. نعم، الحديث الذي بعده. الحديث اللي بعده. طيب، المقيم رحمه الله حق، قال الصواب رواية الجماعة أنه بدأ بأيمان المدعين، فإن لم يحلفوا ثنى بأيمان اليهود، هذا هو المحفوظ في هذه القصة. نعم، وما سواه وهم. البينة أحسن الله. ها؟ يقصد البينة هي وهم. ما سوى، ما خالف هذا. أنه بدأ بأيمان المدعين، فلما لحلفوا ثنى بأيمان اليهود، هذا هو المحفوظ، وما خالف ذلك فهو وهم. ما خالف إيه؟ اللي خالف هذا، مش اللي خالف هذا، قال اتوا بالبينة، هذا وهم. نعم، وما ذكر أيمان المدعين. كذا من بدأ بأيمان المدعين. أحسن الله عليكم. بعد حديث، قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال: أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمي قال: حدثنا عباية بن رفاعة. عباية أو عباية؟
لعله عباية. عباية. قال حدثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم. قالوا قاتل ولا على قتلي؟ عندي قاتل أحسن. على قتلي. طيب هو يلزم من القتل القاتل. نعم. قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال: فاختاروا منهم خمسين فأستحلفهم، فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. بين لهم أن هذا هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أنكم تحلفون على واحد خمسين، فإن امتنعتم ترد الأمان عليهم خمسين، هذا الحكم الشرعي. لكن ما أبو قال: أما نحن لا نحلف لأننا لم نرى ولا نقبل أمان اليهود لأنهم كفار. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دفع الدية من بيت المال من الصدقة، قطع الخصومة والنساء عليه الصلاة والسلام. نعم. ودفع إليهم 100 من الابنة. أحسن الله عليك. قول ابن القيم هنا قال: أصبح على الذي بعده، على الحديث الأخير، كلام ابن القيم عن الحديث الأخير في الباب. طيب. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا والله أوهم الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فدوه يعني فوديته. نعم. فكتبوا يحلفون بالله 50 يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. قال وما علمنا قاتلا. طيب. نعم. ما قتلنا وما علمنا قاتلا. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة. في إسناده قال المنذر في سنة محمد إسحاق قدم الكلام عليه. قالوا: أحسن الله ليكم في تخريجه: منكر بهذا السياق، وعبد الرحمن بن بجيد مختلف في صحبته، وقال ابن عبد البر: في صحبته نظر، وقد خالف في هذه القصة سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، ولهذا قال الخطابي: أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالا وأوضح متونا. قلنا: يعني بذكر البداءة باليمين للمدعي قبل المدعى عليه. وقال ابن عبد البر في التمهيد: ليس قول عبد الرحمن بن بجيد هذا مما يرد به قول سهل بن أبي حثمة، لأن سهلا أخبر عما رأى وعاين وشاهد حتى ركضته منها ناقة واحدة، وعبد الرحمن بن بجيد لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه ولا شهد هذه القصة، وحديثه مرسل. قلنا: وقد ذهب الشافعي من قبله إلى القول بإرسال هذا الحديث، وقال في اختلاف الحديث: لا أعلم ابن بجيد سمعا. وقال إيش؟ وقد ذهب الشافعي من قبله إلى القول بإرسال هذا الحديث، وقال في اختلاف الحديث: لا أعلم ابن بجيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في اختلاف الحديث. نعم، كتاب اختلاف الحديث. نعم. شاء. هذا فيه أنهم كتبوا 50 يمينا، خالف يعني اليهود كتبوا إليهم 50 يمينا، هذا لا صح. الحديث غير صحيح. صاب الحديث السابق أنهم امتنعوا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ولا ردت الأيمان عليهم، ما ردت الأيمان حتى يحلفوا. عبد الرحمن بن سهل وابن عمه ما قالوا: قال ما الكفار ما نقبلها، ما نقبل ما الكفار، ونحن لا نحلف. وهذا فيه أنهم كتبوا يحلفون 50 يمينا، هذا خلاف ما دلت عليه الصادق. هنا ذكر في الحديث السابق ضبط عباية بإيش؟ فتح العين مهملة وبعدها باء موحدة. شو قال ذكر؟ قال الإمام الشافعي فقال قائل: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بجيد؟ قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع منه فهو مرسل، فلسنا وإياك نثبت المرسل، وقد علمت
سهل صاحب النبي، فقد علمت سهلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وساق الحديث سياقا لا يثبت به الإثبات، فأخذت به لما وصفت انتهى كلام منذري. في ترجمة صاب في ترجمة عبد الرحمن المجيد قال أبو كلمة أبي داود له له صحبة، قال أبي حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جدته، قال محبان يقال له صحبة، ثم ذكر في ثقات التابعين، ذكر في ثقات التابعين، قال بغوي لا أدري له صحبة أم لا. قال أبو عمر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع فيما أحسب وفي صحبة نظر، إلا أنه روي، فمنهم من يقول إن حديثه مرسل وكان يذكر بالعلم. طيب المنذر يحسن الله إليكم نقل عن الشافعي قال وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب، هذا الحديث الذي بعده، نعم هذا الحديث الذي بعده الأخير، طيب هذا الحديث الذي بعده. طيب أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم أيحلف منكم 50 رجلا فأبوا، فقال للأنصار استحقوا، قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. نعم تخريجه. قالوا منكر بهذا السياق، وقد أعله البيهقي في السنن الكبرى ووافقه ابن قيم الجوزية في تهذيب السنن بأن معمرا انفرد به عن الزهري، وخالفه ابن جريج وغيره فرووه عن الزهري بأن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه ابن جريج وغيره فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. وهذا فيها قال اليهود وبدأ بهم، خالف الحديث هنا أنه بدأ باليهود، قال يحلفوا منكم 50 رجلا فأبوا، فقال الأنصار استحلفوا، يعني هذا عكس الحديث الصحيح. والحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة على ما كان في الجاهلية، يعني بدأ بالمدعي قال لهم تحلفون 50 يمين وتستحقون لما صاحبكم، فلما امتنعوا قال تحلفوا يهود تبرئكم يهود 50 يمين، فأبوا أن يقبلوهم فودهم عند نفسه. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود تحلفون 50 يمين، خالف، فالحديث لا صح هنا، الحديث السابق أصح منه. قال الأنصار استحلفوا في القاموس استحلف استوجب استحقه استوجبه، والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بأن استوجبوا الحق الذي يدعونه على اليهود بأيمانهم، استوجبوا بأن استوجبوا الحق الذي يدعونه على اليهود بأيمانهم، فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب، قال دية على اليهود. وفي رواية سلم بن قدمة أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، ثم ذكر كلام الشيخ الدين بن القيم هنا على هذا الحديث. نعم أحسن إليكم. نعم أحسن إليكم. قال ابن القيم رحمه الله نعم، وهذا الحديث له علة، وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه ابن جريج وغيره فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة. ابن القيم كلام منذري على إيش؟ ومن أول كلام منذري على حديث الزهري. أحسن إليكم. كلام المنذري على حديث الزهري عن أبي سلمة. ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري على حديث الزهري عن أبي سلمة إلى قول الشافعي رحمه الله وكله عندنا بنعمة الله ثقة، ثم قال وهذا الحديث له علة، وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه ابن جريج وغيره فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، ذكره البيهقي. والقسامة في الجاهلية كانت قسامة الدم. وفي قول الشافعي إن حديث ابن شهاب مرسل نظر،
والرجال من الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة، فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من التابعين قد لقي جماعة من الصحابة، إلا أن الحديث غير مجزوم باتصاله لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين، والله أعلم. قال البيهقي: وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية رضي الله عنه، ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ وشبهة. قال: فاجتمع رأي الناس على أن يحلف إلا لطيخ وشبهة. إلا لطيخ في بليع. طيب. قال: فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه. قال خارجة بن زيد: فركبنا إلى معاوية وقصصنا عليه القصة، فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص فذكر الحديث وفيه، فقال سعيد: أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين، فغدوا على بركة الله. فغدونا عليه فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه 50 يمينا. وفي بعض طرقه: وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الناس ما لا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا. يعني مخير بين يقتلوا أو يستحيوا، ينثرونه حيا عفوا عنه أو عفوا عن الدية. نعم. صلى الله عليه وسلم. فحلفوا 50 يمينا وقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة. وأما حديث محمد بن راشد عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي في القسامة بقود فمنقطع. وأما ما رواه الثوري في جامعه عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم، فمنقطع موقوف. وأما حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحلف اليهود 50 يمينا ثم جعل عليهم الدية، فلا يحل لأحد معارضة رواية الأئمة الثقات بالكلبي وأمثاله. وأما حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان، عمر بن صبيح قالوا في الحاشية أحسن الله ليكم في الطبعتين هنا وفي الموضع الآتي صبيح، خطأ مخالف للأصل. عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه في قضائه بذلك وقوله: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم.